كانوا جدودنا يا ولادي يزرعوا ويحصدوا حتى بالحر. شايفين رغيف الخبز هاد كان يجي بعد تعب كبير. يا ريت يرجع الزمن ونعيش زي أجدادنا عالتعب والبساطة. بابا ممكن ندخل آلة الزمن ونرجع للماضي؟ لا مستحيل. ومع إصرار سوسو اضطرت العائلة دخول آلة الزمن للعودة إلى الماضي. لا تكسلوا يلا بسرعة. بابا في هنا شيبس وعصير وهيك، ما في هنا دكانة بيبيعوا إشي زاكي، كل شي بده تعب كتير. يلا احرافي لا تتشاكي. ساعدني بدي أطلع من هون. ابشر الموضوع عندي زعيم. مع مين بتحكي؟ ماشي ماما بصير كويس باي. كنت أحكي مع ماما. بس بريال بس بريال الألعاب بس بريال، عندي مصباح علاء الدين، عندي السجاد اللي بتطير. معاك شو بتعملوا؟ بس كان قصدي أقهر الأطفال وأحبسهم زي ما حبسوني. طيب يلا دور حبسك. انشي اسف سامحني. طيب يلا يا حباب راح حطك جوا حبسي. حبيبي بيبي تي في اشتركوا الان.